بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. فاللهم صلي وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، كل عام وأنتم بخير. هذه تراويح أول ليلة في رمضان سنة 1427 بهذا المسجد الذي نرجو أن يكون مباركا بإذن الله، مسجد الأشراف بالمقطم. وهدية هذا العام هو هذا الكتاب الذي سوف نشرع في شرحه إن شاء الله وقراءته، وهو كتاب لعالم كبير من علماء المسلمين، مات سنة 699 هجرية، يعني مات منذ أكثر من 700 عام، ومدفون هنا في مصر في سفح المقطم بجوار سيدنا ابن عطاء الله السكندري، الإمام أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبو جمرة الأزدي الأندلسي، الذي ولد بعيدا عن القاهرة في المغرب العربي بالأندلس، ولكن قدم مصر وعاش فيها، لأن أهل مصر يجلون العلماء على مر العصور ويحبون آل البيت ويحبون الصالحين، فكانت مأوى لهم ومستقر لهم. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل مصر محبين لآل بيت نبينا وللعلماء، والمرء يحشر مع من أحب. هذا الكتاب الذي صنفه سيدنا أبو جمرة سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، يعني ما لها وما عليها، على قراءة نافع عليهم ثياب، لأنه هو معظم المغاربة يقرؤون القرآن بقراءة ورش عن نافع. فقال سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. وهذا الكتاب سيدنا أبو جمرة كان مشهورا في عصره أنه إمام صالح، ولي كبير، عارف بالله، ذاكر لله، من علماء المالكية، كان مالكي المذهب، وكان حجة، وكان كثير ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، من الله عليه بهذه النعمة. وكان حتى أنه يرى النبي يقظة ويشافهه، يعني يكلمه ويرد عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخبر الناس بذلك فأنكر عليه علماء عصره، فزهد الناس وترك الناس ومكث في بيته إلى أن مات، لا يخرج منه إلا للجمع والجماعات، وظل في بيته لا يخرج، لأن عندما أنكر عليه الناس يعني ترك هذا الأمر. ويمكن أن يكون هذا السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى يخلو بربه فلا ينشغل بالناس، وهذه من نعم الله عليه. لما صنف هذا الكتاب كثرت له الرؤى، وكان يرى النبي كثيرا في المنامات يبلغه أن هذا الكتاب في محل القبول، وأن هذا الكتاب من الكتب العظيمة، حتى أنه تواتر عن سيدنا ابن عطاء الله أحمد بن عطاء الله السكندري، وكان معاصرا له، لأن الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري ولد سنة 655 هجرية ومات سنة 709 هجرية، والمصنف مات سنة 699، يعني كان في معاصرة بينهم. سيدنا ابن عطاء الله السكندري كان وليا صالحا كبيرا عارفا بالله، إمام الشاذلية في عصره رضي الله عنه وأرضاه، وارث سيدنا المرسي أبي العباس، وارث سيدنا أبي الحسن الشاذلي، وارث سيدنا عبد الله عبد السلام بن بشيش، والراس سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن، كانوا أقطاب عصرهم قطبا من بعد قطب، هكذا أحوالهم. كان أيضا يرى رسول الله كثيرا في الرؤى، سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري، فرأى رسول الله في الرؤيا فقال له: أما تريد أن تذهب
إلى سلطان المشرق والمغرب، فقال له: يا رسول الله، من سلطان المشرق والمغرب؟ قال: ابن أبي جمرة. فذهب إلى ابن جمرة وتعرف عليه. هكذا يدل الله الأولياء بعضهم إلى بعض، إن لم يعرفوا بعض بسبب اللقاء لأن المعاصرة حجاب، يدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا لأنهم كلهم وراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتهر بسلطان العلماء، اشتهر سيدنا أبي جمرة بسلطان العلماء بناء على هذه الرؤية. كثرت الرؤى عند تصنيفه لهذا الكتاب رؤى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول لهذا الكتاب وبالبركة وتفريج الكرب لكل من اقتناه أو سمعه أو قرأه. ولذا كان مشايخنا السيد عبد الله الصديق الغماري شيخنا كان يوصينا بقراءته، وكان يقول أن والده القطب السيد محمد الصديق كان يكثر من قراءته وينصح الناس بقراءة هذا الكتاب لأن به الفتح وتفريج القروب والقبول بناء على رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. حتى إن هذا المصنف نفسه سيدنا أبو جمرة عندما ختم الكتاب، وهذا الكتاب موضوعه عبارة عن أحاديث من صحيح الإمام البخاري، جمعها من كتاب هو كان صنفه اختصارا لصحيح البخاري، ثم بعد ذلك شرع في شرحها. يعني هي أصلا كل الكتاب بتاعه عبارة عن أحاديث من صحيح البخاري بيشرح، أدي كل الكتاب بهجة النفوس، فهو شرح لأنفاس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المنبثة في كتاب صحيح الإمام البخاري. ومعلوم أن كتاب صحيح البخاري أصلا يقرأ في القرب والشدائد، حتى إن الناس كتير ما يعرفوش إن الحملة الفرنسية في مصر كيف انتصرنا عليه، والمصريين كان ليس لديهم أي سلاح وكانوا عزبا وما يعرفوش الجندية أبدا، لأن طول عمر اللي دافع عن مصر المماليك. المصريين أهل صناعة وحرف وفلاح وعلم، يتعلموا في الأزهر ويطلعوا علماء وصناع وفلاحين، أدي مصر. واللي بيدافع عن مصر مين على مر العصور؟ المماليك، وكانوا ليسوا بمصريين، يجوا كده من البوسنة ويجوا من الهرسك ويجوا من يوغوسلافيا ويجوا من أفغانستان ويجوا من بلاد كتيرة ويعيشوا هنا حكام وجنود ويحكموا البلد على مر العصور. ما كانوش يعرفوا الجندية المصريين أبدا، أول ما عرفوا الجندية يمكن عرفوها في عصر محمد علي بعد الحملة الفرنسية مباشرة، عمل دار المحفوظات عشان يثبت المواليد وعشان يجند المصريين ويعمل منهم جنود. دي كان أول تاريخ المصريين في الجندية. المهم يعني الحملة الفرنسية لما جت 30,000 جندي مدجج بالسلاح لمصر، والمماليك أول ما عرفوا هربوا في صعيد مصر، فبقت مصر خلاص مكشوف، ما حدش يعرف يواجههم. هنواجههم بإيه؟ بالفاس؟ بالتوريا؟ هنواجههم بإيه يعني؟ ناس ودول جايين بأسلحة حديثة في عصرهم، كان مثلا معهم البنادق، والمصريين أول مرة يشوفوا البنادق، كانوا لسه شايفين بس السيف والفرس، ما يعرفوش إلا كده لسه أدوات الحرب، وليس لديهم أيضا السيف ولا الفرس. فوجئوا بجيش 30,000 مدجج بالسلاح، واللي بيدافعوا عن مصر هربوا وسابوها، والفرنسيين ما دخلوش بلد إلا وقعدوا فيها عشرات السنين. الحملة الفرنسية قعدت في مصر 3 سنين بس وانهزمت ومشت. ما حدش سأل نفسه اتهزمت ازاي؟ يعني ما حدش كده فكر ازاي اتهزمت؟ تعرف هزمناها ازاي؟ بقيادة علماء الأزهر الشريف الصالحين الأولياء، جمعوا المصريين وبقوا يدافعوا عنها إن شاء الله بغطيان الحلل، إن شاء الله بإيد الهون، بأي حاجة، لكن هذا كان لا يصلح للقضاء على جيش مدجج بالسلاح، لكن كانوا كمان يقولوا لهم يجمعوا المصريين في الأزهر الشريف حلقات، حلقات تقعد تقرأ الصلاة على النبي دلائل الخيرات بنية التفريج، وحلقات تانية تقرأ صحيح البخاري بنية تفريج الكربة، وحلقات ثالثة تقعد تقرأ القرآن تختمه وتدعي لله إن ربنا يفرج. فاحنا بصراحة انتصرنا عليهم بالصلاة على النبي وبقراءة البخاري وبتلاوة القرآن، دي الحقيقة. فحصلت فتنة، راح نابليون بونابرت اضطر يسيب مصر وجري، فقال لك ليبر جاء واحد سليمان الحربي من هو طلهم الأزهر راح قتله. فأمينه كان قائد ولكنه كان مهزوز، كان وجود يعني بونابرت في الجيش يعتبر كأنه جيش لوحده لأنه بيرفع معنويات الجيش، فلما اختفى الجيش انخفضت معنوياته، جاك ليبر اتقتل انخفضت اكتر، فاتولى مين؟ مينو بقى مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يمسك أزمة الامور،
فراح لعلماء الازهر قال لهم اعمل ايه بس علشان الامور تستقر والبلد تعيش؟ قالوا له والله احنا ما تفرقش معنا، انت لو اسلمت نخليك انت القائد بتاعنا، ادخل في الاسلام خلاص نبايعك وتبقى انت الحاكم، ويبقى الجيش اللي انت جايبه ده يدافع عن مصر بدل ما يهدم مصر. فاسلم فعلا مين؟ وجوزوه واحده من البحر، وخلف واد اسمه يوسف، ولبسوه عمه، وبقى يقف في الصفوف جنب المصري جنب علماء الازهر يصلي. وبعدين بعد كده برضه ايه، حصلت فتن في اوروبا واحتاجوا مدد الجيش ده، فالجيش نفسه انسحب لوحده، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيز. كل ده ببركه ايه؟ ببركه الذكر وتلاوه القران والالتفاف حول العلماء والصالحين. فبرضه احنا ممكن يعني نحارب امريكا بالطريقه دي، ما كانش احنا عندنا الاسلحه النوويه، فاحنا عندنا اسلحه اقوى وهي الثقه بالله والاستعانه بالله والتوكل على الله وذكر الله سبحانه وتعالى. وقد نصر من قبلنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا كان قراءة البخاري بيفرج الله به الكرب، فما بالك بقى بمقتطفات منه مشروحة بولي رأى الرسول في الرؤى وأخبره أنه من قرأه فرج الله عنه الشدائد وفرح قلبه وأزال حزنه. فهذا الكتاب بصراحة هدية رمضان هذا العام لكم جميعا، فكلكم تحاولوا تحتفظوا بنسخة عندكم عشان نتابع ونقرأ كلام الأولياء كيف يشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مش علماء بقى بتشرح، ده عالم ولي، عالم ولي بقى وبيشرح كلام النبي. شاف الإمام أبو جمرة ربه في المنام عندما انتهى في الرؤية، عندما انتهى من الكتاب، ولقنه دعاء يكتبه في آخر الكتاب. الدعاء ده انا كتبته لك علشان اقراه لك بس. الدعاء ده شافه في رؤيا وكتبه في اخر الكتاب. فيقول الدعاء، وحتى جمع كل المرائي اللي راها بشارات في تصنيف هذا الكتاب، راى فيها النبي في كتاب مستقل سماه المرائي الحسان. كتاب سماه المرائي الحسان، جمع فيها كل الرؤى اللي شافها اثناء تصنيف هذا الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه فيها وعمل ايه وعمل ايه. من ضمن المذكورة في المرائي الحسان هذا الدعاء أيضا، إنه رأى ربه في المنام عندما انتهى من كتابة هذا الكتاب، وألهمه أن يكتب له هذا الدعاء وأن هذا الدعاء مقبول. بيقول إيه؟ اللهم أنت مننت علي بهذا الشرح، وأخبرتني في النوم أنك أخبرت به آدم عليه السلام قبل موته، فاجعله لي نورا في الدنيا والآخرة، واجعله لي حجة ولا تجعله حجة علي، واجعل لي نوره تاما إلى يوم القيامة، واجعله لمن قرأه أو سمعه أو تملكه نورا تاما إلى يوم القيامة ولي مثلهم، ومن كذب به فلا تملكه إياه واحرمه بركته، ومن ملكه ولم يعمل به ولا ببعضه فاجعله عليه حجة، واجعله لنا دليلا وإماما للحق وقائدا إليه، ومؤنسا لنا في قبورنا ومنورا لقلوبنا، وأرنا فضله في الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن رحمته به ولا تجعلنا ممن حرمته، وأعد علينا بركته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن رؤيا أيضا اللي ذكرها في المرائي الحسان قال إيه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله اللي هو عبد الله بن أبي جمرة في المنام، قد أجاب الله دعاءك في هذا الشرح، وجعله مفرجا للهموم وشفاء للصدور ومنورا للقلوب ومؤنسا في القبور ومذهبا للأحزان ومفرجا لكل شدة، كما هو كتاب البخاري الذي هو أصل هذا الكتاب. فحنقرأ اليوم مقدمة الكتاب بس، ومن بكرة إن شاء الله نبتدي ندخل في الكتاب ونقرأ الشرح على مدى هذا الشهر. طبعا لن نستطيع أن ننتهي من الكتاب في هذا الشهر المبارك، لكن على الأقل نبقى فتحنا فيه وأطعنا فيه شوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي الله عنه، خد بالك من كلامه لأن كلامه جميل وله معاني عميقة. الحمد لله
لأن كل شيء لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، فلازم يبدأ بالحمد لله كعادة كل مسلم. المسلم في كل أموره يبدأ بالحمد لله أو ببسم الله، تيمنا بالكتاب هي الفاتحة، فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله. الحمد لله الذي فتق رتق ظلمات جهالات القلوب بيد أنوار بركات معجزات آثار النبوات أو النبوة، اللي هي نبوة النبي. القلوب دي مظلمة مش كده برضو؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والنور ده محله القلب. ففتح هذه الظلمات بالأنوار، بأنوار مين؟ بأنوار النبوات، لأن العقول لوحدها دون النبوات لا تستطيع أن تعرف إيه علم النبوات ولا علم الألوهيات. غاية ما تصل إليه العقول أن لهذا الكون خالق، غاية ما تصل إليه العقول. لكن ما يريد هذا الخالق منا؟ كيف نتقرب إليه؟ كيف نعبده؟ ماذا بعد الحياة؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا قبل الحياة؟ كل هذه الأسئلة لا يستطيع أحد أن يعرف إجابتها بعقله، ولكن لا يعرفها إلا بالنبوات بالوحي. بيد أنوار بركات معجزات آثار النبوة الهاشمية القرشية القاسمية المحمدية، لأن الرسول بيقول إنما أنا قاسم والله معطي، مش كده برضه؟ هو الذي يقسم الرحمات على قوابل الممكنات، لأن الممكنات اللي هم كل ما سوى الله من الموجودات اسمها الممكنة، ممكن الوجود اللي هو يعني ممكن يبقى موجود وممكن مش موجود، يعني أنت ممكن لكن الله واجب، يعني أنت ممكن تبقى موجود وممكن ما تبقاش موجود، مش كده برضه؟ يعني اسمها الممكنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الرحمات والعطاءات على هذه الممكنات جميعها على وفق قوابلها، كل ممكن له قابلية معينة واستعداد معين لظهور أثار هذه الرحمة، وهو رحمة للعالمين، فكان قاسم والله معطي. علشان كده هو يعني أشار إلى هذا المعنى اللي هو إيه؟ القاسمية المحمدية، لقول النبي إنما أنا قاسم والله يعطي، ولقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ولقول الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي لا تستشعر قرب الله إلا إذا دخلت من باب النبي، لكن من غير باب النبي كل الحجاب وكل البعد، مش كده برضو؟ هتعرف أن ربك قريب إزاي؟ لو سألت النبي، إذا سألك عبادي عني. وعشان كده قالوا أنت باب الله، كل من يأتيك من غيره لا يدخل، مش كده برضو؟ فأدي معنى إنما أنا قاسم والله معطي، ولقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل الممكنات من العالمين تحتاج الرحمة، فاحتاجت للنبي صلى الله عليه وسلم قاسما معطيا وإلى الله خالقا ومصدرا. فأدي المعنى. فكشف لنا بمدلولات جواهر درر ألفاظها، لألفاظ النبوة الوحي يعني، لأن الوحي قرآن وسنة، مش كده برضه؟ ده الوحي. عن حسن حكمة خالقها بما به تعبد بريته التي خلقها لعبادته، البرية وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. وأطلعها بصدق نقلها، يعني وأطلعها، أطلع البرية يعني الناس بصدق نقل الوحي، لأن الوحي الحمد لله الوحيد اللي ضمن حفظه هو الذي نزل على نبينا، وكل الوحي الذي نزل على سائر الأنبياء السابقة غير مضمون الحفظ من قبل الله عز وجل، بل ضاع وتبدل وتحرف، ولا يستطيع أحد أنه يقول أن هذه الصفحة من التوراة هي التي قالها الله، ما يستطيعش أبدا، لأن أولا هي مترجمة وليست باللغة التي نزلت بها، وكذلك الأناجيل ليست باللغة التي نزلت بها، ترجمت مئات المرات، ومعلوم أن الترجمة الواحدة تبديل للفظ، الترجمة الواحدة، فما بالك ترجمة من ترجمة من ترجمة مئات المرات. وقالوا أن تعريف الترجمة هي خيانة النص، تعريف الترجمة كده خيانة للنص. ليه؟ لأنك أنت بتحجر على النص كمترجم بأنك بتترجم معنى ما فهمت من النص، كأنك حجرت على النص بفهمك فترجمت ما فهمت، فليس هو مراد إلا ما فهمت أنت،
بل مراد اللي أوسع مما فهم المترجم. فهمت بقى؟ وعلى شكل الترجمة خيانة، خيانة للنص، لكن ربنا حفظ وحي الوحي لنبينا أنه عربي، فحفظ باللفظ وبالإشارة وبالنطق وبالعبارة. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكانت هذه الأمة محفوظة أولا في وحيها، محفوظة ثانيا في اعتقادها لأنها لا تجتمع على ضلالة. وقال ما الشرك أخاف عليكم، فلن تحتاج لنبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده بيقول إيه، وأطلعها بصدق نقلها، يعني نقل هذه الألفاظ التي أوحى الله لنبيه بها على جمل من غيبه، وما أعد لمن اتبع ما به تعبدها، وعظيم إحسانه عليهم وإنعامه، وعلى خطير ما توعد به لمن كذب بها أو تركها من نقمه وعقابه. فمنها نص ظاهرة، يعني هذه الألفاظ اللي هي الوحي، منها نص ظاهر واضح العبارة لا يختلف الناس في معناه، ومنها معنى باطنا باديا بإشارة رائقة، اللي هي المعاني الإشارية في وسط القرآن بقى، وبإشارة فائقة تثمر لسامعها من فنون معانيها بشارة تتبعها بشارة، ويصدق بعضها بعضا، تهيج الفرح بدءا وعودا، وتبهج النفوس بحسن أخبارها مساقا ونظما، وجميعها تصديقا لوعد من لا يخلف وعدا، كما أخبر عز وجل في محكم التنزيل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى من اختارهم لصحبته وخصهم بنصرته وجعلهم للخيرات وموجباتها أصلا وفرعا. فقد عز من قائل وكانوا أحق بها وأهلها، صلاة تفوق الشمس نورا والمسك عرفا. العرف اللي هو إيه؟ اللي هو الرائحة الجميلة يعني. وعشان كده إيه، وأدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني طيب رائحتها له، عرفها من العرف أو عرفها من التعريف، يعني بيّن وصفها لهم. فتحتمل عرفها يعني طيبها، لأن رائحتها تربها المسك والكفور، فيبقى معناها عرفها يعني طيبها، فتحتمل عرفها، يبقى معاني القرآن واسعة. فلو هتترجم عرفها له، هتترجم على إحدى معانيه، مش كده برضه؟ وعلشان كده خيانة للنص. وعشان كده مفتاح القرآن إنك تتعلم العربية، مش إنك تقرأ الترجمة. مفتاح القرآن والوحي إنك الأول تتعلم العربية. عشان كده لما دخل الإسلام جميع بلاد المسلمين بجميع الجنسيات واللغات، أهل البلاد دي عملوا يتعلموا العربية عشان يحفظوا القرآن ويفهموا الوحي. إنما كل اللي قرأوا التراجم زي في أوروبا وفي أمريكا وكده، عرفوا الإسلام مشوه، وقاعدين طول النهار نمسح التشويه من مخهم، وهم ما زالوا يعني إيه، يعني مسيطرة على أذهانهم الشبهات، لأنهم قرأوا القرآن المترجم وقرأوا السنة المترجمة. وعلى شكرة بيقول صلاة تفوق الشمس نورا والمسك عرفا والقمر بهاء وحسنا، ما دام للعيون في الحسن شغلا وللقلوب للخير ميلا، وسلم ووالى ورفع وأعلى. أما بعد، داخل في الموضوع، كل دي كان إيه المقدمة. عادة المسلمين أن يقدموا أي كتاب لهم بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من تبعهم والدعاء له. أما بعد، فلما كان من متضمن ما أودعنا برنامج الكتاب الذي سميناه جمع النهاية في بدء الخير والغاية، اللي هو مختصر صحيح البخاري، عمله سماه جمع النهاية في بدء الخير والغاية، إشارة إلى تكثير فوائد أحاديثه وتعميم محاسنه، وكنت عزمت على تبيينها، يعني على شرحها. هو الأول اختصر البخاري في الكتاب ده، وبعدين إيه عزم في قلبه على شرحها، لأن أتبع خيرا بخير فيكون ذلك أصلا، وهذا ثمره وفننه. فننه يعني غصنه، مش كده برضو؟ ذوات أفنان يعني ذوات أغصان، فالفنن هو إيه؟ الأغصان. وهذا ثمره وفننه، يعني هذا الكتاب بهجة النفوس ثمرة كتاب جمع النهاية في بدء الخير والغاية، وهذا الكتاب ثمرة الإمام البخاري،
صحيح البخاري، يعني ده ثمرة الثمرة. فهمت بقى المعنى؟ وهذا ثمره وفننه، فإن كمال فائدة الثمار باقتناء الثمرة، ويعرف مقتنيه قدر الفائدة بل الفوائد التي فيه. ولما كان الإمام صاحب الأصل وهو البخاري رحمه الله قد جعل لكل وجه مما يدل عليه الحديث الواحد بابا، ولربما كرر الحديث الواحد في أبواب شتى مرارا، ولربما قطع الحديث الواحد وأتى في كل باب منه بقدر الحاجة إليه، فرأيت أن أجعل كل حديث من تلك الأحاديث التي جمعت بنفسه مقام باب. يعني جاب الأحاديث اللي الإمام البخاري قطعها بكذا باب، راح مجمع الحديث على بعضه من كل الأبواب يبقى حديث متكامل، وجعل هذا الحديث نفسه باب يدخل منه يشرح. وهو باب، وأي باب؟ ومفتاحه ظاهر الحديث والأبواب التي تتفرع منه وجوه تتبعه. ثم تتبعت ألفاظ الحديث لأقتبس من بركات تلك الألفاظ العذبة الزلال ما يكون منها ريا لظمأ جهالات الفؤاد، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون منه زيادة حرف أو نقص حرف من الحروف إلا لمعنى مفيد، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك قال جل العلماء لا ينقل الحديث إلا بالفاء والواو كما ينقل الكتاب العزيز، يعني بدق. يعني النبي لو عطب بالفاء تنقله بالفاء، لو عطب بالواو تنقله بالواو، زي ما النبي قاله بالضبط، لأن النبي له مراد في هذه الألفاظ بهذا الترتيب، لأنه أفصح العرب وما ينطق عن الهوى، لأنه كله عن الله، إما وحي بواسطة الملك وهو قرآن، أو ما أخبر في سننه أنه أخبر به عن ربه جل جلاله من علم غيبه اللي هو زي الأحاديث القدسية مثلا، وإما وحي إلهام وهي السنة، وقد جعل عز وجل ذلك حكما نافذا، فقال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، على العموم فيما أنزل عليه وفيما يظهر له على المشهور من الأقاويل وأرجحها. وقالت طائفة من العلماء يجوز نقل الحديث بالمعنى، بعض العلماء بقى التانيين يبقى لك في علماء قالوا لا يجوز نقل الحديث بالمعنى كالقرآن باللفظ بالحرف، ده الرأي الأول. وفي طائفة من العلماء قالوا يجوز نقله بالمعنى بس بشروط، بشرط فهم المعنى وما يعرف حقيقة ما ذكرناه عن جل العلماء، والأظهر من القولين الذي أشرنا إليهما اللي هو الأول، القول الأول ده الأظهر. إلا الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا وقع لأحدهم مسألة في صيغة اللفظ، يعني حتى الصحابة ما يجي يروي حديث سمعوا من النبي ويختلط عليه اللفظ كان إيه يقول إيه، وإن كان لا يخل بالمعنى لأن الصحابي عربي فصيح، فحتى لو قال بالمعنى هيقول برضو المعنى المراد، لكن بالرغم من كده يبدون ذلك فيقولون إخاله كذا أو أظن كذا، يعني تملي حتى الصحابة ما يختل عن وزن يقول أظن أن كان اللفظ كذا، أظن أنه قال كذا، حتى يبين لك أنه هو الحتة دي شاكك في نفس اللفظ. ولا ذاك إلا لوجهين، ليه بيعملوا كده؟ أحدهما الصدق في حقيقة النقل، لأنه عايز يكون صادق في حقيقة النقل، الرسول قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والثاني المحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص، لأن اللفظ الخاص اللي خرج من فم النبي ده بركة كبيرة، ده ليه بركة ما تستبدلوش ده، لأنك إذا استبدلته استبدلت ببعض بركته وهي بعض معانيه، والألفاظ ولادة تولد معاني كثيرة. الثاني المحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص لئلا تفتهم بركته. ومثل ذلك ما حكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدار راحلته بموضع في طريق الحج، فسئل لما فعل ذلك فقال لا أعرف إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت كما فعل. يعني حتى كانوا يحافظوا على حركاته وهم مش عارفين معناه، يعني سيدنا عبد الله بن عمر وراح يحج جاء في موضع معين كده والراحلة بتاعته ماشي، راح لففها ورجع مشي تاني، قالوا له ليه عملت كده؟ قال لهم والله ما اعرفش، لكن انا كنت بحج مع النبي فجت الراحله بتاعته في الحته دي عملت كده، فانا بعمل كده بركه وتنه ماشي.
يبقى كانوا حتى يحافظوا على الحركات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يعرفوا لها حكمة. فدي دقة الصحابة. فكانت ألفاظه وحركاته عليه الصلاة والسلام كلها عندهم بركات وأنوار. وكيف لا وقد حض عز وجل على ذلك في محكم كتابه ونبه عليه حيث قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعموم الأمر بالاتباعية يقتضي حقيقة الاتباع في الدق والجل من الفعل والقول وغير ذلك. وهذا النوع من أفعال الصحابة كثير، ومن تتبعه وجده. وأما أئمة الدين رحمهم الله فإنهم كانوا يحترمون الحديث أعظم احترام، أعظم الاحترام، حتى أنه كان عندهم مثل القرآن، ويستنبطون من ألفاظه وحروفه أحكاما وأي أحكام، وعليها يبنون قواعد مذاهبهم. أما احترامهم الحديث فمثل ذلك ما حكي عن مالك رحمه الله حين أتاه الخليفة إلى بيته فأبطأ عليه بالخروج، فلما أن خرج قال الخليفة: يا مالك، ما زلت تذل الأمراء؟ أنت ما عدنا كده ننتظرك، أنت عايز تذل الأمراء؟ فقال: لا والله، إلا أني سمعتك فعلمت أنك لم تأتي إلا لتسألني عن الحديث، وكنت على غير طهارة فكرهت أن أتكلم فيه وأنا على غير طهارة، فما علمت إلا أن توضأت وخرجت. يعني كانوا حتى الحديث ما يرضوش يتكلموا فيه إلا على طهارة، على وضوء. ومن ذلك أيضا ما حكي عنه أنه كان إذا طلبه الفقهاء لأن يدرسهم يسألهم: ماذا تريدون؟ فإن أخبروا أنهم يريدون الفقه خرج على الحالة التي يجدونه عليه، وإن أخبروه أنهم يريدون الحديث تطهر وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتبخر بالمسك والعود ثم جلس للحديث. ومثل هذا عنه كثير، فلما كان شأنه التعظيم سمي أمير المؤمنين في الحديث. وأما استنباطهم للأحكام من ألفاظ الحديث وتتبع فوائده فمثل ذلك ما روي عن مالك رحمه الله في الأحكام التي استخرج من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ده حديث في الشفعة في المعاملات، يعني بيقول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فأخذ مالك رحمه الله من هذا الحديث ثلاثة أحكام: الأول أن الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء لا للجار وإن كان ملاصقا لأنه لا يسمى شريكا. الثاني أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم، وما لا ينقسم لا شفعة فيه بدليل قوله: فإذا وقعت الحدود. الثالث أنها لا تكون إلا في الأرض أو ما شاكلها بدليل قوله: فإذا صرفت الطرق، لأن الطرق لا تكون إلا في الأرض. ومثل هذا عنه وعن غيره من الأئمة كثير، ومن تتبعه يجده. فبقيت النفس متشوفة على الدوام لما ذكرت أولا، إنك أنت تحافظ على ألفاظ الحديث مش على المعنى، وهو أن تلحق خيرا بخير تتردد في ذلك ترداداً تنقطع به الأيام تسويفاً إلى أن رغب مني بعض من قرأ. فبيقول إيه؟ فبقيت النفس متشوفة على الدوام لما ذكرت أولاً، من إنه يشرح ملخص الكتاب، وهو أن تلحق خيراً بخير تتردد في ذلك، نفس عادت تتردد في مشاغلها يعني ترددا تنقطع به الأيام تسويفا إلى أن رغب مني بعض من قرأ الأصل إبداء تلك المعاني، وما كانت النفس في ذلك أكنت، فأجبته إلى ذلك رجاء أن ينفعني الله وإياه بذلك ومن قرأه بعد، فصدق ورق. هذا الكتاب يحتوي على جمل من درر فرائد الشريعة وسننها ورغائبها وآدابها وأحكامها، والإشارة إلى الحقيقة بحقيقتها، والإشارة إلى كيفية الجمع بين الحقيقة والشريعة، وتبيين الطرق الناجية التي أشار عليه السلام إليها، والإشارة إلى بيان أضدادها والتحذير عنها. وربما استدللت على بعض الوجوه التي ظهرت من الحديث بآي وبأحاديث تناسبها وتقويها، فمنها باللفظ ومنها بالمعنى، وأتبعت ذلك بحكايات ليشهد الفهم
بها وليتبين بها المعنى، وربما أشرت في بعض المواضع إلى شيء من توبيخ النفس على غفلتها لعلها تنتهي عن غيها، وأودعت فيه شيئا من بيان طريقة الصحابة وآدابها وما يستنبط من حسن عباراتهم وتحرزهم في نقلهم وحسن مخاطباتهم، ومما يستنبط من ذلك من آداب الشريعة إذا تعرض لفظ الحديث لشيء من ذلك، لأنه لا ينبغي أن يغفل عن شيء من ذلك، لأنهم هم الصفو المقربون والخير المرفوعون. وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إن المراد بذلك الصحابة والصدر الأول، ولأنهم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب بذواتهم السنية وشفوا بحسن السؤال عما وقع في النفوس من بعض الإشكال، فجوابهم عليه السلام بأحسن جواب وبين لهم بأتم تبيان، فسمعوا وفهموا وعملوا وأحسنوا وحفظوا وضبطوا ونقلوا وصدقوا، فلهم الفضل العظيم علينا، إذ بهم وصل حبلنا بحبل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحبل مولانا جل جلاله، فلهم اليد العليا حقا وسبقا، فجزاهم الله عنا أفضل ما جزى محسنا قد أحسنا. وكيف تغفل ألفاظهم وما قلنا العشر مما يجب علينا، وإن ملحد تعرض إليهم وكفر نعمة قد أنعم الله بها عليهم، فجهل منه وحرمان وسوء فهم وقلة إيمان، لأنه لو كان يلحقهم تنقيص لما بقي في الدين ساق قائمة، لأنهم هم النقلة إلينا، فإذا جرح النقل الكرام دخل في الأحاديث والآي الأمر المخوف الذي به ذهاب الأنام، لأنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عز وجل في كتابه: لأنذركم به ومن بلغ. وعدالة المبلغ شرط في صحة التبليغ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فمنهم وردنا ماء السلسبيل وعذبها الزلال، وحسن المنبع والمقر شرط في صفاء الشراب، وما أشكل على بعض الناس من بعض الآثار فلتشبههم بنا والجهل بطريقتهم العليا والإشكال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني بيقول لك ما بتحصل شبهة، فالشبهة نشأت مننا احنا مش من الصحابة، عشان احنا لم نتبع أثرهم على الوجه الأكمل، لأنها لم تظهر الشبه في عصرهم، حصلت بعد كده. فالعيب فينا احنا، احنا اللي اسلوبنا وسلوكنا بيعمل شبه على الإسلام وعلى الناس ويشبه على الناس الدين. هذه المسألة. وعشان كده الوقت الناس مفتونين عن الإسلام بإيه؟ ببعد المسلمين عن الإسلام. يقول لك شوف المسلمين عاملين ازاي، يبقى الإسلام وحش، يبقى احنا اللي بنعمل الشبه. هذه معنى فلتشبههم بنا، الشبه جد تشبه الناس بنا، والجهل بطريقتهم العليا اللي هي طريقة الصحابة. وكيف الإشكال وقد قال عليه الصلاة والسلام: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وما من نجم إلا وله نور وضياء، جعلنا الله ممن أحبهم واتبع طريقتهم. ودي كنت بتشوف الوقت ناس بتصنف كتب بتعيب في الصحابة، وبيقعدوا في الفضائيات الوقت اللي بنسميها فضحيات يعيبوا في سيدنا أبو هريرة ويشتموا في سيدنا أبو هريرة. حاجة غريبة، ماله ومال أبو هريرة؟ واحد يقعد ويشتم في سيدنا عمرو بن العاص ويشتموا في بعض الصحابة، ليه بيعملوا كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وأصحابي. وبعد هذا: فإني ما أبرئ نفسي من الهفوات، لكنني جعلت قدوتي في ذلك ما قاله الإمام وهو ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن زواج التفويض: إذا مات الرجل قبل الدخول وقبل أن يفرض لها، فبقي شهرا لم يجاوب في ذلك بشيء. لما سئل ابن عباس بمسألة يعني، قعد شهر ما يجاوبش. فقيل له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا غيرك مجاوب في المسألة؟ فقال: إذن وعزمتم فأجتهد، فإن أصبت فبفضل الله ورحمته، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعلته رضي الله عنه وأصحابه وسيلة إلى الله فيما أملته، وسميت الكتاب جعلته
رضي الله عنه وأصحابه، اللي هو إيه؟ يعني سيدنا ابن عباس، وسيلة إلى الله فيما أملته، وسميت الكتاب بهجة النفوس وتحليها أو تحليها بمعرفة ما لها وما عليها، وبالله أستعين ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم أفضل التسليم. وغدا إن شاء الله نبدأ في أول الكتاب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله.